لو كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله، انا ذهبت كل شغلي حق المتني، كل شغلي المتني، باجي عليش تقومين وتحركين تروحين المطبخ وتسوين العشاء حق السواريه عشان يقعدين يشوف الحفله بارتياح. ما ابي عشاك، انا طالبه اوردر من برا حق زميلتي. عندي زميله غيري؟ ايه؟ من هي سلمج؟ نادين جيم. اوبا نادين جيم زميلتك شلون؟ زميله الدراسه، انا كنت بالصف الاول وهي بالرابع. بعد لا اذا هذا نظامك عين متفق. انا كنت بمدرسه مختلطه وكان يمي على اليمين ميل جيبسون وعلى اليسار اميتا باتشاو. انا بينات الله زمن جميل. يا ليت يعود هالزمن. يا ليت. بقول لك شيء. قولي. كان في واحد اول ميت علي ميت علي ميت بيموت بيموت بيموت، كان يكتب معلقات وقصايد على بيت علي وعلى باب المدرسه. منهم تركي على الشيخ يا كذابه. اسمع اسمعني من خرابيك توافي. شكرا. دعوة. شكرا علينا. لا دعوة تكريم لنا. انا معاك صد. تقديرا لبصمة بالمشهد الفني الخليجي والعربي وتكريما لسنين عطاؤن الطويلة. رحبوا معنا بالقديرتين حياة الفهد وسعاد عبد الله لاستلام جائزة صناع الترفيه الفخرية. معالي المستشار لو تتفضل لو سمحت لتسليم الجائزة. الجائزة اللي تفتخر فيهم. وأرجو نستغل الفرصة، الشيخ وليد موجود، أتمنى عمل يجمعهم. بس بشرط يضحكوننا، ما نبغى دراما. عيوننا لك عيوننا. كل الشكر والامتنان لحاضنة الثقافة والفن المملكة العربية السعودية تحت راية عراب الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله. كل الشكر لكم، كل الشكر معالي تركي آل الشيخ سمو الشيخ وليد الإبراهيم مملكتي الحبيبة، الحاضرين كلكم شكرا. ما نعرف اش اقول لكم، الشكر والتقدير والى الاعلى دائما دائما وابدا.